للتعليق مشاهدينا الكرام على إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة مع كيان الاحتلال مدتها 4 أيام، والتي تتضمن تبادلا للأسرى والسماحة أيضا بدخول المساعدات الإغاثية كالوقود وغيرها إلى غزة عبر معبر رفح، ومدى قدرة هذه الهدنة على التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة. بشأن كل ذلك مشاهدينا نرحب بدءاً بضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث الفلسطيني سليم سليم. مرحبا بكم أستاذ سليم معنا. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سيد أديب زيادة. مرحبا بك أستاذ أديب معنا. أهلا بك أخي، مرحبا. حياكم الله. نبدأ من أستاذ سليم سليم، إذن بداية كيف تقرأ بنود هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على غزة؟ هل برأيكم سوف تلتزم تل أبيب بهذه الهدنة أم أننا سنشهد خرقا لها من قبل الاحتلال مثل ما حدث في هدن سابقة؟ نعم، بداية يعني هي هدنة جيدة يتم خلالها التقاط الأنفاس بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة من المدنيين. 47 يوما من هذا العدوان ومن حرب الإبادة، هناك الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، هناك الكثير من المعاناة، يعني نكبة جديدة حصلت وكارثة تفوق الوصف صراحة في قطاع غزة. هناك عشرات بل مئات الجثث الملقاة في الشوارع، لذلك المقاومة الفلسطينية تتفهم ذلك جيدا، وهي يعني عملت على التوصل لهذا الاتفاق. هذا الاتفاق كان برعاية قطرية، المقاومة أرادت بعض الشروط لكي يتم تطبيقها في هذا الاتفاق، وقدم ذلك بالفعل كما تقول المقاومة، من ضمن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى، وعددهم نحو 150 من الأسيرات الفلسطينيات وأيضا من الأسرى الأطفال، وهناك أيضا إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من ضمنها الوقود، وأيضا يعني ضمان عدم تحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة. من بين ذلك في الجنوب طبعا بشكل كامل، وفي الشمال يعني جزئيا، أيضا ضمان دخول المساعدات ليس إلى الجنوب فقط كما يريد الاحتلال، بل إلى شمال قطاع غزة، والضمان بعدم التعرض لأي من الفلسطينيين، خاصة إذا ما أرادوا الانتقال من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. نرى بأن هذا الاتفاق هو لصالح الفلسطينيين ولصالح المقاومة الفلسطينية، وليس كما يزعم قادة الاحتلال بأن هذا الاتفاق جاء تحت ضغط النار. صرح نتنياهو قبل قليل بأنه أجبر المقاومة على يعني الوصول لهذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو اتفاق سياسي، ليس يعني النار أي دور فيه. الطريق للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة هو التوصل لاتفاق مثل هذا. نعمل أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل يعني يقضي بموجبها الإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين الموجودين في غزة، وكذلك الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين، الكل مقابل الكل. لكن فيما يتعلق بسؤالك، يعني عهدنا إسرائيل دائما بأنها دائما تخرق الاتفاقات، ودائما ما تقوم دائما بخرق للهدنة. من هنا أستاذ أديب زيادة نرحب بك مجددا. هل تتفق مع أستاذ سليم بأن هذه الهدنة جاءت لمصلحة المقاومة عموما، وأيضا مع اقتراب دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ هناك تكثيف لغارات الاحتلال على منازل المدنيين وتعمد باستهداف أيضا
فرق الدفاع المدني والإسعاف وما إلى ذلك، وذلك قبيل ساعات من تنفيذ ودخول حيز الهدنة، حيز التنفيذ. كيف تصفون ارتكاب هذه الجرائم قبيل سرايا الهدنة؟ وهل هذه الهدنة برأيكم هي بمصلحة المقاومة؟ في الحقيقة إنه الهدنة يعني حصلت تحت النار، وليس بعيدة عن النار، ولكن النار التي أذاقتها المقاومة للكيان الصهيوني. نتنياهو كما نعلم من أول يوم حاول من البداية أن يأخذ دوره ويأخذ وقته ويأخذ الزمن معه في الحسبان، بحيث أنه يقتل ويضرب ويبطش إلى أن يصل إلى المختطفين دون أن يقدم تنازلات بين قوسين للمقاومة الفلسطينية. نحن نعلم من أول يوم كان يرفض تماما أي شيء يسمى وقف إطلاق نار أو هدنة إنسانية. كان يقول ويعلن على الملأ وأمام العالم كله في رده على الإدارة الأمريكية وفي غيره من طالبوه بعمل هدنات أو نوع من التوقف الإنساني، كان يكون كلمات واضحة هو وكل فريقه في مكتب الحرب أو في غرفة الحرب التي يقودونها، كانوا يتحدثون بكل صراحة بأنه لن يكون هناك توقيف لإطلاق النار، لن يكون هناك توقف حتى نعيد المختطفين. لذلك هم أرادوا أن يعيدوا المختطفين بطريقتهم وليس بطريقة حماس وليس بطريقة المقاومة. وما حصل وما رأيناه أمس أن الذي خضع لمنطق الذي تريده حماس هو إسرائيل، ولم تخضع إسرائيل لهذا المنطق إلا تحت النار المقاومة التي أصلت جنبات هذا المحتل وأوقعت فيه وأثخنت فيه الجراح وأوقعت خسائر كثيرة في بشرية وفي المعدات وفي الآليات، وأوقفت تقدمه في العديد من المحاور وأجبرته في الكثير من المحطات على التراجع. فهو حقيقة أن هدنة حصلت ووقعت وأجريت الآن تحت النار، ولكن نار المقاومة وليست نار نتنياهو. نتنياهو كما نرى الآن في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل ويتحدث عن المسألة، نحن نقرأ وجه نتنياهو ونقرأ وجوه الفريق نتنياهو، كلهم يشعرون بالخزي نتيجة المواقف التي كانوا يطلقونها من البداية بأننا لن ولن ولن ولن، يعني أطلقوا لآت كثيرة، والآن نجدهم كل تلك اللآت بلعوها أمام إصرار ورفض وتمنع وصمود المقاومة وبطش المقاومة وقتالها الشرس على الساحات وفي النقاط المختلفة. هذا واحد. أما مسألة أنه هل الكيان هذا سيحترم الهدنة؟ هذا يعتمد على الأرض، يعني كما يعني هو ليس بعيدا عنه أي شيء، ليس بعيدا عن هذا المحتل أي شيء. الآن شيمة هذا المحتل هو الغدر، شيمة هذا المحتل هو القتل، شيمة هذا المحتل البطش بالمدنيين والبطش بكل ما هو يتحرك على الأرض الغزاوية. هم لا يخفون ذلك، يعني قبل قليل كانوا يهددون بيروت بأنهم سيجعلون من بيروت ما جعله في غزة، بمعنى آخر أنهم سيذيقون المدنيين في تلك المدن كما أذاقوا المدنيين بين قوسين في الجانب الفلسطيني من أجل الضغط على المقاومة ليس إلا. وهذا ديدن الإرهابيين في العالم، تعريف الإرهاب في العالم استخدام المدنيين لقهر القوى المقابلة، القوى العسكرية المقابلة، وهذا ما يصنعه الاحتلال. فهو كيان إرهابي، جيش إرهابي محتل يريد أن يستخدم المدنيين، والآن يستخدمون دروع بشرية كما نعلم، الآن يحتمي بمستشفى الشفاء ويحتمي بالعديد من المستشفيات الأخرى والمدارس محاولا أن يصد ضربات المقاومة. لكن أعتقد أن المقاومة ستلقنه درسا بعد درس وسيجد مصيره إن شاء الله قريبا يعني طائر القوى. أستاذ أيضا سليم، مع كل هذه الخسائر البشرية الهائلة في صفوف المدنيين من سكان غزة، ألا ترى أن مجرد يعني انصياع الكيان المحتل لعقد هدنة مع قوى المقاومة الفلسطينية هو نصر ميداني ليحسب للمقاومة؟ نعم، أتفق معك بأن هذا الأمر يحسب للمقاومة، لأن إسرائيل يعني ترفع ثلاثة من الشروط في حربها على قطاع غزة، أولها القضاء على حركة حماس والإفراج عن المحتجزين بالقوة، وأيضا تغيير الواقع الأمني والسياسي في قطاع غزة. كيف تجبر إسرائيل على أن تعترف بحركة حماس وتتوصل الاتفاق معها
وإن كان هذا الأمر بطريقة غير مباشرة عن طريق الوسيط القطري وبدعم من الأمريكان في هذا الموضوع. كيف تتحدث عن حماس؟ يعني تريد أن تجتثها وتريد أن تخلي قطاع غزة مما يسمى بحركة حماس، ومن ثم تعقد اتفاقات معها، هذا يعني اعترافا ضمنيا من قبل نتنياهو بحركة حماس، وهو يحاول أن يخدع جمهوره الإسرائيلي بأن هذا الأمر هو فيه انتصار له، وبأن قوته وبطشه بحق المدنيين في قطاع غزة هو الذي أجبر حركة حماس على هذا الاتفاق. من الواضح بأن هذا الاتفاق هو يعني يعكس نصرا للمقاومة وإعلاء لكلمتها على نتنياهو، الذي يعني هو يقوم بمجازر مروعة بحق المدنيين. هو بالمناسبة لم يحصل على أي صورة من النصر في قطاع غزة، لذلك أجبر على التوصل لهذا الاتفاق. لم نرى عسكريون من القسام أو من المقاومة الفلسطينية يرفعون أيديهم مستسلمين، لم نرى هروب لعناصر المقاومة الفلسطينية من المعركة، لم نرى كشف الاحتلال لأنفاق. كل ما حاول الاحتلال تسويقه هو عبارة عن مسرحيات مفضوحة، كما حصل أسفل مستشفى الشفاء بحسب ما يقولون. وبالأمس كان هناك تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود باراك يتحدث عن أن إسرائيل هي التي بنت المخابئ في مستشفى الشفاء. هناك أيضا فضيحة إسرائيلية مدوية في كل العالم بفعل هذه الجرائم وهذه المجازر والكذب الإسرائيلي والتضليل الإسرائيلي في كل العالم على أن هذه حرب يعني ضد حركة حماس، ولكن هذه الحرب هي حرب إبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سينهض من جديد وسيصمد حتى النهاية، ولن يسلم للاحتلال ولن يعطيه أيضا صورة النصر. من هنا أستاذ أديب، يعني نتنياهو وصف الهدنة بأنها خيار صعب لابد منه لإعادة ترتيب صفوفه. برأيكم هل يكفي هذا التبرير أو لنقل هذا التسويغ لنتنياهو لإنقاذ مستقبل هذا المجرم، لنقل سياسيا داخليا، وذلك بعد أن وعد بالقضاء على حركة حماس وكذلك بالإفراج وتحرير كافة الأسرى من دون أي قيد أو شرط؟ لا، هو في الحقيقة نتنياهو يحاول قدر الإمكان أن يطيل أمد المعركة يعني إلى أبعد مدى ممكن، لأنه اليوم التالي للمعركة سيكون رأسه ورأس فريقه على المقصلة، ولذلك يحاول إطالة أمد المعركة بقدر الإمكان، ويحاول أن يستعيد رهائنه بكل الطرق الممكنة، ولا تعنيه أي عودة الرهائن أحياء أو مماتا. على كل حال، يعني هو بين قوسين فقد الحد باعترافه حتى اللحظة قرابة 400 جندي بين ضابط وبين جندي وبكافة المستويات، والآن لو ذهب 200 أو 150 المتبقين موتى بالنسبة لي لا تعني شيئا، والذي يعنيه فقط أن يطيل أمد المعركة ثم يعود بشكل من الأشكال بصورة نصر ما للداخل الإسرائيلي. حتى لو أفرج عن الرهائن أو الأسرى في ضمن صفقة، هذا يعد هزيمة له، يعني ليست نصر، يعني ليس نصر أن يقدم تنازلات لحماس بين قوسين، وأن يطلق على سبيل المثال إذا أراد أن يحرر الجنود المقتطف الأسرى الآن في قطاع غزة والضباط أن يحررهم، إذا يحتاج إلى صفقة. إذا قدم الثمن المطلوب ولن يحصل عليهم أصلا بدون هذا الثمن، ستكون هزيمة مدوية له، ولذلك هو ليس مستعجلا أن يقوم فعلا بإخراج وبإخلاء كافة المعتقلين الفلسطينيين من السجون، لقاء
عودة هؤلاء الضباط والجنود. لذلك مسألة موتهم عودتهم أمواتا أو أحيانا بالنسبة لنتنياهو شخصيا، لأنه إنسان أناني يبحث عن مصلحته الشخصية، يبحث عن أن يبقى في الحكم أكثر يعني لأطول فترة ممكنة، لأنه يعلم تماما كما قلت بأنه هو الذي سيدفع الثمن، سيدفع الثمن سياسيا وسيدفع الثمن أمام القضاء الإسرائيلي، لأنه هو كما نعلم أن الذي يمنعه من السجن الآن هو وجود يعني حصانته الذي يمتلكها جراء وجوده في منصب رئاسة الحكومة، ولذلك عندما يفقد هذا المنصب سيعود إلى السجن. وبالتالي أنا لا أعتقد أن مسألة إطالة أمد المعركة ستعود للإسرائيليين بجنودهم ولا ضباطهم، والحل الوحيد أمامهم أن يزداد ويشتعل الشارع الإسرائيلي أكثر فأكثر. وأعتقد أنه القسام والمقاومة في قطاع غزة تلعب دور رائع في مسألة اللعب بأعصاب الإسرائيليين والدفع بالإسرائيليين إلى مزيد من النزول إلى الشوارع في داخل إسرائيل للضغط على حكومتهم نحو إجراء الصفقة الأخرى في أسرع ما يكون. وإلا هو يعني كما قلت بالنسبة له لا 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 يعني لا تعمل معه أي نوع من الفرق، مسألة أنه يعود أحيانا أو أمواتا. أعتقد أن الشارع الإسرائيلي بدأ يعني يلمس هذه المسألة، ونجد أن هناك تفاعل مع أهالي الأسرى في قطاع غزة بشكل كبير جدا في كما رأينا الأسبوع الماضي، وأعتقد أنها ستتزايد أكثر فأكثر، لا سيما بعد أن يخرج هذه الدفعة من الأسرى، تخرج إلى العلن ويتمكنوا من مخاطبة الإعلام ويتحدثوا عما وجدوه وعما رأوه وعما شاهدوه والمعاملة التي عوموا بها وعيشهم تحت القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، الرعب الذي عاشوه تحت القصف الإسرائيلي، الرعب الذي عاشوه سواء كانت في البيوت أو في الأنفاق أو غيرها. لذلك أعتقد أنه مزيد من الضغط راح يكون في الشارع الإسرائيلي إلى أن ينكسر نتنياهو. أما أن يكسر نتنياهو المقاومة لن يكسرها، كما نعلم أنه بإذن الله المقاومة في قطاع غزة صامدة وصابرة وقوية وعتيدة وعنيدة وشرسة في مقاومتها للمحتل. لن يكسرها، سينكسر ولا المقاومة نفسها ستكسر هذا نتنياهو، وستكسر حكومة إسرائيل وستكسر الجيش الإسرائيلي، وسيعود خائبا من حيث أتى. إذن أستاذ أديب زيادة من الدوحة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر أستاذ سليم سليم الكاتب والباحث الفلسطيني من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أيضا.